فرد الحمام المفروض انت حنين معاه، فرد الحمام الجامد اللي بيطلع ياخد معاك بالتلات ساعات ده بيطلع مش خوف منك، ده بيطلع عارف هو بيعمل ايه. النهارده فرد الحمام بيجي ياكل، عارف اللي ده ميعاد اكل، بيجي تحت رجلي ما بيخافش مني. طب ميعاد النش بيخاف مني ليه؟ عشان طيب الاكل لسه ما جاش. كل مره لو انت معاك المليون جنيه وانا معايا 5000 جنيه اللي هيفرق بينا السما، انا بطير حمامتين ب50 جنيه بس بعرف امشيهم، انت بطير حمامتين ب1000 جنيه فوق دماغك مش عارف تخليهم يروحوا ولا هنا ولا هنا، ده الفرق بين الغاوي. مش إذا حاب تيجي على القاهرة والقاهرة تحتضنك وتستقبل القاهرة بأفضل طريقة عليك بالحمام المحشي. المصريين من زمان يعني بياخدوا عندهم اعتقاد بالحمام، لأن هم عندهم اعتقاد إن الحمام ده بيديله طاقة وبيديله تقوية في ليلة الدخلة يعني وكده بتاع. لا ما تبحش. ما تبحش ليه بقى؟ ما تبحهمش، ما فيش بني ادم بيربي شيء ويحبه ويعني يهون عليه اللي هو ياكله، مش بني ادم يعني. معلش في ناس بتاكله وحابه اكله، بس انا عن نفسي بتكلم بصفه خاصه، لو حابب شيء مش هعرف انا اكله.